السيد رئيس الجمهورية، القائد العلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأكاديمية جاهزة للتفتيش، المدير العام للتعليم العميد برشاوة السعيد. Thank you.
الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يتقدم الاستعراض الجوي بتشكيل لست طائرات من نوع AL-39 للتدريب القاعدي المتقدم لتزيين سماء الأكاديمية بألوان الراية الوطنية، رمز الهوية والاستقلال والانتماء لهذا الوطن المفدى. يتبع السرب الأول سرب آخر مشكل من ست حوامات من نوع سوكول وكوالا لتقديم التحية الشرفية للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. يؤديه نسور الجو الأشاوس وفاء منهم للعلم الوطني ولتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار.